سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد مع وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم غريبه ديال الكوكو السميده اللي كتجي هشيشه وكتذوب في الفم. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وبارطاجوه مع اصحابكم. ودابا غندوزو المقادير وطريقه التحضير. 250 غرام ديال الكوك، عندنا حامضه محكوكه، ملعقه ديال العسل، زلافه ديال السميده رقيقه، خميرة كيماوية، سكر غلاسي، عندنا قفصة ملح، ثلاثة ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس إلا ربع ديال السنيدة. دابا غندوزو لطريقة التحضير. نضيفو ثلاثة ديال البيضات، كاس إلا ربع ديال السنيدة، قبصة ملح، وغادي نحركو مزيان. عندو نضيفو الزيت بالتدريج، نضيفو ملعقة ديال العسل، حامضة محكوكة، ونحل كل المكونات. حتى يتحركو لينا مزيان عاد نبداو نضيفو عليهم في الكوك. غادي نحيد التراب وغادي نخدم بايدي. دابا غادي نبدا نضيف الكوك. تجمع ليا عاد باش غادي نزيد السميده. هنا غنبدا نضيف السميده بالتدريج، غنضيف معها الخميره الكيماويه، بعد ما درنا زلافة ديال السميدة كنجمعو العجينة ونخليوها ترتاح لمدة 10 دقائق عاد باش نلولبوها ونديروها في اللاطة ديالنا. من بعد ما دازت 10 دقائق عندنا هنايا الماء الزهر، عندنا هنايا سكر كلاصي، غادي ندهنو يدينا غير ندهنو صافي وبداو تكركبو. بالنسبه للحجم ديرو على حساب الحجم اللي بغيتو، كاين اللي كيبغيها كبيره كاين اللي كيبغيها صغيره. صافي كتجي بحال هكا وكنفندوها وسط سكر كلاصي. كنكملوا الكميه الاخرى بنفس الطريقه.
هنا كنكون ساليت العجين ديالي كله وفنتهم في السكر كلاصي ودرتهم في واحد اللاطه، ودابا غادي ندخلهم للفران. والفران خصو يكون سخون مزيان، يعني تكونوا مشعلينه من قبل وديروها من التحت حتى تفرقع عاد باش طلعوها للفوق، حتى تطيب لتحت عاد باش تطيب من الفوق. وهنا كيكون هو الشكل النهائي ديال الغريبه، كيف شفتوا كتجي مفرقعه وهشيشه، كتجي رائعه. كنتمنى انكم تجربوها، الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تبارطاجوه مع اصحابكم. الى كنتو جداد ضغطوا على زر الاشتراك باش توصلوا كل جديد. الفيديو ديالنا سهله، نتلاقاو في فيديو اخر مع وصفه اخرى.